أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي التزام الحكومة اليمنية بقيادة استراتيجيات وطنية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتبني سياسات مستدامة تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث وخصوصا في المناطق الريفية والساحلية. وقال الدكتور عبد الله العليمي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر قمة المناخ المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو أن الحفاظ على كوكبنا ليس خيارا بل هو واجب علينا جميعا، فالأرض هي بيتنا وهي الإرث الذي سنتركه لأجيالنا القادمة، وإننا نؤمن بأن مواجهة هذه التحديات يتطلب تعاونا دوليا واسعا وجادا، ومواجهة تلك التحديات ليس مجرد استثمار في الحاضر بل هو استثمار في مستقبلنا المشترك. فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، أصحاب الفخامة والسيادة والسمو رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمير العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لجمهورية أذربيجان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع لهذا المؤتمر الدولي الهام، والذي يعد فرصة حقيقية لتضافر وتكاتف الجهود العالمية لمواجهة تحدي المناخ الذي بات يشكل تهديدا وجوديا لكوكبنا. إننا نجتمع اليوم في مدينة باكو حاملين هموم كوكبنا على أكتافنا، هموم تتجاوز الحدود والجنسيات، لتجمعنا جميعا تحت سقف واحد، سقف الحفاظ على هذا الكوكب الذي هو موطننا المشترك. ولن أسترسل في توصيف المخاطر العالمية للتغيرات المناخية بعد أن أشار إليها الكثيرون من على هذا المنبر الدولي الرفيع، لكني سأتناول الموضوع من ناحية تأثر بلدي اليمن بهذه التغيرات المناخية. فاليمن تعصف به أزمات عميقة سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية، تتقاطع أيضا مع أزمة مناخ عالمية تتمثل في موجات جفاف وتصحر متسارع وارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر وعاصير مدمرة، وكلها عوامل تفاقمت بسبب التغيرات المناخية المعقدة، وكل هذا زاد من هشاشة وضعنا الإنساني والاقتصادي الناتج عن حرب مستمرة منذ ما يزيد عن 10 سنوات أشعلتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا. وقد تسببت هذه الحرب بتدمير البنى التحتية ونزوح ملايين اليمنيين وأضرار فادحة في الأرواح والممتلكات، ليشمل ذلك زراعة الميليشيات لملايين الألغام وتهديد البيئة البحرية بهجماتها الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. إن أثر هذه الحرب يفاقم من صعوبة مواجهة تحديات المتغيرات المناخية، وعلى سبيل المثال فإن الأعاصير والفيضانات المفاجئة التي ضربت بلادي هذا العام تسببت بسقوط عشرات الضحايا وأكثر من 100,000 نازح. أصحاب الفخامة والسيادة، السيدات والسادة، إن الحكومة اليمنية تقف اليوم في مواجهة موجة من التحديات، فإلى جانب عملها بكل ما تستطيع للوفاء بالالتزامات الحتمية للمواطنين والدفاع عن كرامتهم وحريتهم في مواجهة مشاريع الميليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية الأخرى المتقادمة معها، فإن حكومتنا ملتزمة أيضاً بقيادة استراتيجيات وطنية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتبني سياسات مستدامة تهدف إلى التكيف مع المتغيرات المناخية والتخفيف من آثارها وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث وخصوصاً في المناطق الريفية والساحلية. وهو جهد يعكس إيماننا الكامل بأن الاستثمار في المناخ هو استثمار في المستقبل، استثمار في السلام والاستقرار والاستدامة. وعليه فإنني أتوجه باسم الشعب اليمني بالتحية والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين بادروا إلى هذا النوع من الاستثمار الرشيد من أجل المستقبل والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية على الشعب اليمني، وهو الدور المعول أيضا على المجتمع الدولي والمنظمات والفعاليات المعنية حول العالم. السيدات والسادة، إن الحديث عن واقع كوكبنا
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقفل أو أن يقفل آثار الحروب والانتهاكات الجسيمة على مستقبل الحياة البشرية، وهي الصورة التي يجسدها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان باعتباره جريمة بحق الإنسانية والطبيعة على حد سواء. إنه جريمة بحق الحياة، ومن هذا المنبر أجدد موقفنا الثابت المتضامن مع كافة الشعوب التواقة للحرية والسلام والعدالة، وفي المقدمة الشعب الفلسطيني الصابر والمناضل في سبيل عزته وكرامته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. ونحيي نتائج القمة العربية والإسلامية الغير عادية التي انعقدت يوم أمس بالرياض. ختاماً، إن الحفاظ على كوكبنا ليس خياراً بل هو واجب علينا جميعاً، فالأرض هي بيتنا وهي الإرث الذي سنترك لأجيالنا القادمة. إننا نؤمن بأن مواجهة هذه التحديات يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً وجاداً، فمواجهة تلك التحديات ليس مجرد استثمار في الحاضر بل هو استثمار في مستقبلنا المشترك. فدعونا نجعل من هذا المؤتمر نقطة تحول لالتزامنا جميعاً بالعمل الجاد من أجل مستقبل أكثر أماناً واستدامة. وشكراً جزيلاً.